انا من محافظة حلب الشباب، انا هون بحمص، انا جاي ادافع عن اهلي واخواتي وعن كل مواطن شريف ومخلص بالوطن. الشعب السوري شعب كله ان شاء الله اخواتنا، وراح يكون ويتم اخونا بالسلاح وبالدم وبالمال وبالارض. انا من درعا وهلا موجود بحمص لدافع عن اهل حمص، مثل ما اهلي بدرعا واهل حمص اهلنا، وان شاء الله منصورين باذن الله. انا من ريف الشام، مهمتي هون انا بحمص، مهمتي احمي المواطنين وبعيد الامن والامان لسوريا الحبيبه، وبل ان شاء الله يرجع الخير لسوريا مثل ما كان. نحن مهمتنا انه نساعد هالشعب عشان يرجع بيوته، يرجع ترجع بلدنا بخير وسلامه. محافظه الحسكه انا، وانا هون هلا حاليا بمحافظه حمص، جاي عم ندافع عن اهلنا وشعبنا، شعبنا الحبيب شعبنا السوري تحت سياده الرئيس، وان شاء الله ترجع الامور بخير مثل ما كانت عن قريب ان شاء الله. انا من حما موجود بحمص هون مشان نعيد الامن والامان والاستقرار لسوريا الاسد ولاهالينا بحمص وتحت ظل سيدنا الرئيس السيد الدكتور بشار حافظ الاسد. طبعا نحن هون موجودين لمكافحه الارهاب، وباذن الله بدنا نتحرن هنون واللي ما يدعمهم بالاموال والسلاح، وراح نكون نحن المنصورين باذن الله. انا من مدينه حلب، انا جندي بالجيش العربي السوري، حاليا عم نقوم بمهمه بمدينه حمص حتى تستعيد الامن والاستقرار للاخر، وان شاء الله عبال عند كافه محافظات السوريه ترجع تستعيد الامن والاستقرار وجميع المواطنين السوريين الشرفاء. ونحن هون حتى ندافع عن بلدنا الام سوريا من اي شخص بيمد ايده علي او بيمس بسوء. انا من مدينه دمشق من حي الصالحيه، وموجود هون للدفاع عن اهالي حمص، مثل ما في عساكر بيدافعوا عن اهلي بمدينه الشام واريافها، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. انا من ريف حلب، نحن الجيش العربي السوري، احنا هون جايين دفاعا عن المواطنين ودفاعا عن الوطن كله. فلم لا نتوب ولم لا نجيب.